بالبداية أنا سعيد بهذا الاحتفال اللي صادف في نفس وقت احتفال الشعب العراقي والأمة العراقية بعيد النصر، نصر على قوى الظلام، نصر على داعش، نصر الذي حققه الجيش العراقي البطل كل قواتنا الأمنية، جهاز مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، الباشمركة، الشرطة الاتحادية والقوى الأمنية ومن حارب هذه القوى التي حاولت أن تخطف العراق وتمنع البسمة وتحارب الإبداع تحت عناوين غير قابلة للعيش. الحياة دائما هي تنتصر. نحتفل اليوم كذلك بتأسيس هذا المشروع، مشروع الفرقة الوطنية للتراث التي عندها مسؤولية كبيرة بنقل التراث من جيل إلى جيل، ونحن نعيش تحديات التكنولوجيا التي حاول تحرم أو تمنع أجيال الجديدة من التواصل مع الماضي، فعندكم مسؤولية كبيرة. نبارك هذا الجهد الطيب وهنيكم على هذا الإبداع الذي يصنع الحياة. أهنيكم كذلك انضمامكم إلى فريق وزارة الثقافة. أعرف الوزارة اليوم إحنا محظوظة بوجود وزير من ابن هذه البيئة، وأعرف الموارد المالية قليلة التي قد تحرم الوزارة من تحقيق كثير من أمنياتها، ولكن بالتعاون بالصبر سوف نحقق الكثير. حبيت أهنيكم مرة ثانية، أتمنى لكم كل التوفيق، وأقول لكم قضية واحدة، أنه الإبداع هو يصنع الحياة، ودائما الحياة تنتصر. السلاح لا يصنع البسمة ولا يصنع الحياة. عليكم مسؤولية كبيرة، هذا عمل كما ذكرت قبل قليل بعض الآلات عمرها أكثر من 5000 سنة، فيجب أن تنتقل هذا التجربة وهذا التراث من جيل إلى جيل. أتمنى لكم كل التوفيق، وأعتقد عندكم مسؤولية ثقافية أخلاقية، وتجربة الديمقراطية تجربة فتية ضمن التأسيس، والتأسيس دائما بمشاكل، فكيف نحارب أخفاقات التأسيس؟ نحاربه بالإبداع وبالثقافة. شكرا جزيلا، أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا.